مساء الخير واهلا وسهلا بكم معانا في دروس تعليم الطالب. النهارده هنتكلم عن ايقاع الملفوف. ايقاع الملفوف هو زمن 2 على 4، وبيقول دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك، زي ما اتفقنا مره بنعزف على كليك وبزمن. هنقوله بشكل بطيء ونبدا نمشي سنه سنه نسرع سنه سنه عشان نشوف الكواليتي بتاعه هيبقى عامل ازاي في الاخر، ونتمرن عليه ان شاء الله. نجرب مع بعض. نقول كده زمنه 2 على 4. هنتمرن عليه بالشكل ده، نقول بطء ثم نبدأ نمشي شوية لحد ما نطلع الشكل المناسب بيه عشان تتعود عليه. هنبدأ ببطء زي ما قلنا بالشكل ده. ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم مع ايقاع تاني. شكرا لكم.